فترة الصمت إلى القرن الأول في العهد الجديد، اللي منها يعني اكتشفت مثلا مخطوطات قمران، اللي منها مخطوطات في اللغة العبرية وفي مثل أيوب بعتقد في اللغة الأرامية، وبعديها تكلمت عن المشنا والتفسير المتعددة مثل كتابات التلمود سواء الأورشليمي أو البابلي. لكن يمكن محتاجين لتوضيح أكثر أخ مكرم، إذا ممكن توضح لنا فكرة الكتابات اليهودية في زمن المسيح. طيب أوكي، إحنا منتابع في الشريحة اللي بعدها كتابات يهودية هامة في زمن المسيح. منبدأ طبعا في الترجمة السبعينية ذكرناها، أقدم ترجمة للعهد القديم للغة اليونانية الكوينية في القرن الثالث قبل الميلاد حوالي 280 قبل الميلاد. في هاي الفترة برضو بديت تكتب إلى أسفار الخارجية اللي قلت عنها اللي مسميها الأبوكريفا. الأبوكريفا في اليوناني معناها المخبأة. هاي كتبت وبعدها موجودة وتترجم، إحنا مش مخبيين إشي، لكن اليهود أصلا ما اعترفوا فيها. ومنها مكابيين الأول والثاني، يهودية حكمة سليمان، باروخ، وكتابات أخرى معروفة وموجودة. في هاي الفترة قلنا إنه كمان في بداية القرن أو في القرن الثاني قبل الميلاد للقرن الأول بعد الميلاد، في مجموعة من الناس اللي كانوا مجموعة طائفة يهودية ساكنين في منطقة البحر الميت، كانوا يكتبوا بشكل كبير حسب كيف بنعرف من بقايا موطنهم في قمران، انه كانوا يكتبوا بشكل كتير كبير، وكانوا يعني ينسخوا الكتاب المقدس وكمان ينسخوا كتابات اخرى، وكان لهم كمان كتابات خاصه لها لهم مثل حرب ابناء النور، ابناء الظلام، عهد دمشق وغيرها. فهي يعني الكتابات كتابات يعني مهمه، لأنه يعني لما اكتشفوها في سنة 1947 طبعا عملت يعني نقلة نوعية في فهمنا للكتاب المقدس والكتابات اللي كانت في ذلك. طبعا في هاي الفترة كمان ابتدي يترجم العهد القديم للعبري، للأسف للأرامي، بسبب انه يعني نفس سبب ترجمته للترجمه السبعينيه برضو، انه ما كان في فهم كبير للعهد القديم العبري، فبديت يترجم العهد القديم للارامي. وهاي الترجمات في بدايه القرن الاول ميلادي، الاسفار موسى الخمسه ترجمها شخص اسمه اونكلوس، واسفار الانبياء ترجمها شخص اسمه يوناتان ابن عزئيل، وهي على اسمها بيسموها ترجمه اونكلوس وترجمة يوناتان. من بعدها طبعا في كتابات يعني يهودية مهمة جدا، بدايتها هي المشنا. المشنا هي تفسير للتوراة حسب مواضيع التوراة، يعني الكتاب المقدس في العهد القديم مش مكتوب حسب مواضيع وإنما حسب أسفار. أخذت المشنا استنبطت منه مواضيع معينة وعملت يعني تحدثوا فيه وبحثوا، وفي نهاية يعني القرن الثاني ميلادي حوالي يعني سنة 200 ميلادية جمع راب مشهور عندهم اسمه يهودا هانسي، جمعها وهي أساس المهم للشريعة اليهودية لحد اليوم. كان فيها طبعا كتابات أخرى يعني كانت يعني يحكوا فيها في هذه الفترة، وجمعت برضو بعد حوالي 100 سنة، وبسموها يعني توسيفتا يعني الإضافة، يعني زي ما نقول الابندكس في الابندكس في الإنجليزي، فيعني إضافة للمشنا، وجمعها شخص اسمه الراب حي على الأغلب. وفيها كتابات كمان أبحاث يهودية عن الكتاب المقدس، يعني يبحث في 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 الشرائع، وهو فيها أول أو أقدم ذكر للرب يسوع في الكتابات اليهودية على وجه العموم.